انسان يبحث عن مكان بده ينام. انتوا احنا في القرية العربية بعد ما وصلناش لقضية انه وين ننام، فيش عنا ايد هوملس اللي بلا بيوت. ولكن تعرفوا في مدن اليوم في الجزائر العاصمة البيت الواحد الاخوة بقسمه الساعات، انت الك من ساعة كذا لكذا اتخذ تنام، وانا الي من الساعة كذا وكذا حتى انام، لانه فيش محل كلهم يناموا. ايضا في القاهرة هكذا، في المدن المصرية هكذا. صورنا مشكلة احنا، يعني انا لما قرأت وبقرأ محمد مهدي الجواهري في العراق، وبقرأ بدر شاكر السياب، واقرأ شعرهم انشودة المطر، ديوان السياب، ديوان البياتي، ديوان انا اشعر انه هذا الادب هو خارج من اعماق الشعب، يعبر عن القضايا الاجتماعية للناس. في لبنان كانت اهم مدرسة، مدرسة الادب للادب، تبنتها جماعة اسمها جماعة شعر بقيادة يوسف الخال وادونيس وشوقي ابو شقرة، انه يجب ان نكتب الشعر من اجل الشعر، وكانوا يهاجموا بقية الادب الثاني، يقولوا هذا ادب مسيس وادب موجع. قبل سنتين او اكثر وقع بيدي كتاب لباحثة بريطانية اسمه من يدفع الثمن للزمار. تعرف يعني مثلا احنا بيدفع حق الزمار بزمار ابنيه، من يدفع الثمن للزمار؟ استغربت دراسة الدكتوراه ضخمة. واذا اقرأ به ان المخابرات الامريكية CIA منذ سنوات الخمسين وضعت هدف عندها السيطرة على الأدب، على الشعر وعلى السينما وعلى الموسيقى في العالم، وتدفع مبالغ ضخمة للكتاب والممثلين وللشعراء حتى بدون أن يعلموا، من أجل أن تبعدهم عن القضايا الفكرية، عن قضايا الحياة.